السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الخميس 27 من ذي الحجة لعام 1437 للهجرة، الموافق 29 من سبتمبر لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أجرى النائب محمد فيصل عبيدي عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور إمام خليفة أمين النور بسيدي سالم، جولة تفقدية للمصالح الحكومية بقرى أبو نيمة والقصابي. كما قام نائب النور بزيارة المدرسة الإعدادية والوحدة الصحية والوحدة المحلية بأبو نيمة، وزيارة الوحدة المحلية لسد خميس وإدارة التموين والشؤون الاجتماعية، والتقى بعدد من الأهالي لعرض مشاكل القرى والعمل على حلها. اجتمع أمس الأربعاء عبد الله بدران أمين حزب النور بمحافظة الإسكندرية بأعضاء هيئة الأمانة ووكلاء ومسؤولي لجان الشباب والتخطيط والتدريب بالمحافظة. يأتي هذا في إطار الاجتماع الدوري للأمانة. استعرض اللقاء بعض الأنشطة التي تقوم بها أمانات المراكز والوقوف على المهام التي يقدمها نواب الحزب بمحافظة الإسكندرية لحل مشاكل المواطنين والفعاليات المجتمعية التي تمت خلال الفترة الماضية. قام أحمد الشريف البرلماني عن حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب بزيارة قرية عالم المرقب بمنطقة 10,000 التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ليعاين مشاكلهم بنفسه وتوصيلها للمسؤولين. التقى أمس الأربعاء أحمد الشريف نائب حزب النور وزير النقل الدكتور جلال السعيد والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وقيادات الموانئ المصرية وقيادات هيئة ميناء السويس وشركات أعالي البحار والخطوط الملاحية وعدد من القناصل العربية. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي تم فيه تكريم الشخصيات المتميزة العاملة بالموانئ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مصرع 96 طفلا وإصابة 223 آخرين شرقي مدينة حلب شمالي سوريا منذ الجمعة الماضية، حين أعلن النظام إطلاق عملية واسعة ضد مقاتلي المعارضة. قال مسؤولون صوماليون أمس الأربعاء إن ضربة جوية في شمال الصومال خلفت زهاء 22 جنديا قتلى خلال الليل. قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال 600 جندي إضافي إلى العراق بزعم مساعدة القوات العراقية في معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا تتجاوز 360 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدة لملايين اللاجئين والنازحين منذ العام 2011 إلى نحو 6 مليارات دولار. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة على أطراف بلدة المهمة بضواحي العاصمة دمشق. قال الائتلاف الوطني السوري المعارض أمس الأربعاء إن الحل السياسي لم يعد مطروحا على الطاولة للصراع السوري. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات صهيونية استهدفت اليوم الخميس أراضي زراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي إلى ثكنة عسكرية استعدادا لتشييع رئيس دولة الاحتلال الأسبق شمعون بيريز في القدس. قالت دولة الكويت إن الترسانة النووية الإسرائيلية تشكل عائقا أساسيا لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، مطالبة بإخضاعها للرقابة الدولية. دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على ضرورة أن تتوصل دول المنطقة إلى استقرار يؤمن ازدهار شعوبها. اعتقل الجيش الوطني اليمني القيادي الحوثي هاشم المؤيد في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وفقا للعربية. حذر مفتي السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المسلمين من الانسياق وراء الشائعات والتأويلات والتحليلات السيئة غير الصادقة وغير المنصفة التي تحرف الحقيقة عن مسارها وتحمل على إساءة الظن، داعيا إلى استثمار وسائل التواصل لما يجمع القلوب ويوحد الكلمة والصف لا فيما يفرق الصف ويهدم المجتمع. أثارت مدرسة دوحة كوليج الخاصة في العاصمة القطرية الدوحة أزمة داخلية إثر قيامها برفع علم إسرائيل خلال فعالياتها الاحتفالية بالعام الدراسي الجديد، وقدمت مدرسة دوحة كوليج اعتذارا رسميا عما قامت به عقب استنكار مواطنين قطريين ما قامت به المدرسة من تصرف مشين. أعلن قائد القوات الخاصة الإيرانية الجنرال حسن كرامي عن استحداث كتيبة جديدة خاصة بالنساء.
أدان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إطلاق النار غير المبرر للقوات الهندية على خط المراقبة صباح اليوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 9 آخرين. وأوضح آصف إن إطلاق النار كان متعمدا ومخططا له بشكل مسبق، ما حدا بالقوات الباكستانية للرد وإطلاق النار على الجانب الهندي. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الدولة السعودية. سقطت قذيفة مجهولة ليلا على مدرسة جنوب رفح دون وقوع إصابات. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه بالنسبة لغيرهم على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1998. ويشترط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل. أمر المستشار أحمد خالد أبو العلا رئيس نيابة العياط بنقل الحيوانات المفترسة بمزرعة العياط إلى حديقة الحيوان بالجيزة أو حديقة الحيوان بالفيوم بمعرفة المختصين واللجنة البيطرية، وذلك بعد هروب نمر منها وقتله طفلة. احتفلت القوات المسلحة بتسلم مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة من طراز MRAP الأمريكية، والتي تساهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام. أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انضمام مصر للاتحاد الدولي للنقل البري IRU، وذلك بعد اجتماع الجمعية العامة الخاصة بالعضوية. كشفت مديرية التموين بالإسكندرية عن أكبر عملية تبديد للقمح المحلي المخزن داخل صوامع المحافظة، تمثلت في تصرف فيما يزيد عن 18 ألف طن قمح تقدر قيمها بنحو 67 مليون جنيه. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 25 من كبار سماسرة الهجرة غير الشرعية خاصة بالمحافظات الساحلية من خلال حملات أمنية مستمرة منذ غرق مركب رشيد ومصرع العشرة على متنها. كشفت الدكتورة هالة عدلي رئيس الشركة المصرية لنقل الدم وأبحاثه فاكسيرا عن وجود أزمة بسبب النقص الحاد في 4 مستحضرات دوائية من مستحضرات مشتقات الدم المنقذة للحياة، على رأسهم حقنة RH الهامة لحياة الأم الحامل وجنينها، موضحة أن كل هذه المستحضرات يتم استيرادها من الخارج. أصدر شريف فتحي وزير الطيران المدني اليوم الخميس قرارا بإيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية، ولا يتضمن خط سير الرحلة أي نقطة داخل مصر، وذلك اعتبارا من 5 أكتوبر 2016 ولمدة عام. أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه ليس من حق خريجي التعليم عن بعد أو التعليم المفتوح الذي تتيحه بعض الجامعات القيد بالنقابات المهنية، مشيرا إلى أن بعض الجامعات تدعي تسهيلها لإجراءات القيد بالنقابات، إلا أن نقابة المهندسين ترفض قيد خريجي هذا النوع من التعليم، خاصة أن طبيعة الدراسة الهندسية تختلف تماما عما يتم تدريسه بتلك الكليات. أكد أحمد راشد شيخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين انقطاع المياه عن منطقة سانت كاترين 40 يوما كاملة، وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس بحسب آخر الأنباء إنهم يحصلون على 8 متر مياه لكل أسرة مكونة من 25 فرد، وهي لا تكفي أسبوع فقط، مشيرا إلى دفع رسوم 10 جنيهات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تباع 20 متر في السوق السوداء 300 جنيه. تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لطلاب إحدى المدارس في الفيوم يقومون بأداء الصلاة في جماعة، وأعرب مستخدمو الفيسبوك عن إعجابهم بالطلاب وإدارة المدرسة الذين يجعلون الطلاب حريصون على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها وتوقف الدراسة أثناء الصلاة، وطالبوا بتعميم ذلك في المدارس الأخرى. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن أن المياه ستكون ضعيفة بالمناطق التابعة لحي غرب، وهي مجمع المحاكم ومنطقة الهدى والنور ومنطقة سندوب وحوض الطويل ومستشفى التأمين الصحي، كما سيتم قطع المياه عن مناطق تابعة لمركز المنصورة، وذلك اعتبارا من 5 من مساء يوم غد الجمعة وحتى 2 من صباح اليوم التالي السبت الموافق 1/10/2016. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي المحاضرة 15 من سلسلة تفسير سورة الزمر، والمحاضرة 7 من سلسلة شرح العقيدة الواسطية من درس الأخوات
فضيلة الشيخ ياسر برهامي. اسم الله الحي القيوم واسم الله الحيي من سلسلة التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية الشيخ سعيد محمود. لا تغتروا الشيخ عصام حسنين. أضف لذة للذكر شرح أذكار النوم المحاضرات من الثانية وحتى الخامسة الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي 10 أسباب للثبات على الدين. 2 الصبر وذكر الله، كتبه سعيد محمود. المشروع الأمريكي تجاه المملكة من التقسيم إلى التقزيم، كتبه محمد السعيدي. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حول حديث أخرج متاعك إلى الطريق، هل الدعوة إلى الله غاية أم وسيلة؟ من الولي المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.